نعم، أنا طبعا بشكرك على الاستضافة وبشكر قناة الصحة والجمال على شكرا يا استضافتي في نادر. القناة المحترمة دي اللي هي مختصة بالتجميل والصحة العامة مع الناس. شكر واجب ليك والمديرين القناة وأصحاب القناة. وموضوع السمنة والتخسيس موضوع كبير جدا، يعني هو الناس ما زالت حتى الآن تفتكر إن السمنة هو إن أنا عايز يبقى جسمي حلو وألبس بدلة كويسة، أو البنت تلبس جيب كويس أو بنطلون كويس أو بلوزة كويسة، او تحافظ على شكلها بس قدام المرايه. ده الناس واخده الفكره دي، ولكن الفكره دي انا بحسبها في حساباتي وبحسبها اخر حاجه. انما الاساس في السمنه هو الامراض اللي جايه بها السمنه. انت لو واحد عنده الضغط، وعنده الضغط يعني هو بياخد علاج الضغط وخلاص، واللي عنده السكر واللي عنده القلب واللي عنده مشكله في عينه ده مرض وبيعالجه وخلاص والقصه بتنتهي. انما اللي عنده السمنه انا بأشفق عليه جدا. ليه؟ لان السمنه دي عباره عن مجموعه امراض. يعني بصي السمنه دي تؤدي الى عشان بس مش اي واحد عنده السمنه يبقى عنده اللي انا هقوله، لا. هي تؤدي الى امراض القلب، الجلطات، نزيف المخ، امراض خطيره جدا تؤدي الى طبعاً. الوفاه. بعد كده بقى اخش بقى على السكر والضغط، وجع الركبه، وجع العين، سقوط الشعر. تلاقي البنت عندها مثلا 20 سنه ولا 25 سنه مجرد ما تخلق. السمنه بتؤدي لسقوط الشعر؟ طبعا 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 عامل اساسي. بصي ببساطه شديده جدا، وانا دايما في حلقاتي ببسط للناس الحاجه عشان توصل لهم بسهوله. انت عندك الوريد اللي هو ماشي فيه الدم وليكن زي ده كده مثلا، تمام. فلما بيبقى فيه سمنه، السمنه دي يا اما بتتراكم فوق، يعني لو هو ده اللي داخل فيه الدم جوه ده وليكن ده الوريد او الشريان اللي داخل فيه الدم، فانت السمنه هتروح فين؟ يا اما فوق يا اما جوه، مش كده؟ بالظبط. لو فوق بتضغط على ما هو جدار الشريان او جدار الوريد، حاجه يعني سوفت قوي، يعني حاجه خفيفه جدا. فهي يا اما هتضغط فوق فهتضغط كده فداء، يا اما هتبقى هنا جوه فبرضه داء. طبعا فانت شعرك ده، بصيله شعرك بتتغذى منين؟ بتتغذى من الدم اللي جاي لها. الدم ده جاي بالمواد الغذائيه اللي محتاجه شعرك. فلما يبقى عندك السمنه جت وبقى الشريان بتاعك ضيق كده غير الواسع اللي انت مولوده بيه، فيبقى كميه الدم اللي هتوصل لكل جزء من اجزاء الجسم قليله. بمعنى هيوصل لشعرك كميه قليله، هيوصل لعينك كميه قليله، هيوصل لودنك كميه قليله. تلاقي اللي عنده السمنه يقول لك اصل انا حاسس بصداع، كميه الدم الفلو بتاع الدم اللي طالع للمخ قليل، تقول لك شعري بيسقط، تقول لك عينيا حاسه ان هي بتزغلل، تقول لك ودني مش عارف فيها ايه، ده زوري مش عارف في ايه، لا انا حاسه بضربات قلبي زياده، انا حاسه ان انا بنهج وانا طالعه السلم، انا حاسه اني كسلانه ومش قادره اعمل اي حاجه من القعده. ليه؟ ما هو انت عشان تتحركي وجسمك لازم بتتحركي بباور. الباور ده جاي بايه؟ بالاكل اللي انت اكلتيه. هو الانسان الصايم لو انت جبتي واحد صايمتيه من بالليل لحد المغرب، قبل المغرب بيبقى عامل ازاي؟ مش قادر يتحرك. مرهق طبعا. مفيش غذاء في جسمه. بالظبط. الغذاء قليل. عشان كده انا بنقول انت بتعتمد على حركتك على كميه الغذاء والفيتامينز والحاجات دي والاملاح المعدنيه اللي انت بتاخدها. بس يا دكتور في ناس بتعتقد يعني ان هي لما بتاكل كتير هي كده خلاص هي عندها، هيبقى عندها طاقه وهيبقى عندها باور ان هي تقدر تعمل اي حاجه. غلط طبعا غلط. بصي في واحد بياكل، انت لو صايمه مثلا وجيتي تاكلي على الفطار تلاقي مثلا 50 حاجه فتاكلي تملي بطنك، ايه اللي بيحصل بعدها؟ بيبقى عندك باور وطاقه وتجري؟ لا طبعا ببقى كسلانه مش قادره تتحركي. يا جماعه في فرق بين كميه الاكل وفي فرق بين نوعيه الاكل. وفي فرق بين اللي عنده سمنه والانسان الطبيعي اللي ما عندوش سمنه. انا كل ده بكلمك ما بكلمكش على الاكل خالص، انا كل ده بكلمك على كميه الدم اللي بتوصل لكل جزء في اجزاء الجسم بتاع الانسان. انا كل جزء في جسمي محتاج فيتامينز، محتاج حاجات مع املاح معدنيه، محتاج بروتين، محتاج سكريات، محتاج جلوكوز. كل جسم محتاج كميه معينه من كل اللي انا بقول عليه ده. طيب لو انا عندي اوفر زياده من الوزن فبقى الدم اللي واصل مش واصل كويس. عشان كده لما اللي عنده سمنه يجيله سكر لا قدر الله ويتجرح في رجله، ايه اللي بيحصل؟ يقول لك ده هيقطعوا له صباع رجله لا قدر الله، يعني يا رب ما يجيبها لحد ابدا يا رب. هيقطعوا له صباع رجله، هيقطعوا له رجليه، هيقطعوا له وش رجله. ليه؟ الفلو بتاع الدم مش واصل كويس، الشرايين والاورده بدات تضيق. كميه الدم، ما هو انت عندك القلب بما بيضغط الدم بيوصل لكل جزء من اجزاء، دي حاجه ربانيه سبحانه وتعالى، فبيوصل لفوق خالص هنا اهو ويوصل لتحت خالص عند رجليك من تحت. فلما الشريان يضيق يبقى كده بدأنا، يبقى احنا لازم نحط ايدينا على الجرح. فين الجرح بقى؟ ان انا لما بقى عندي سمنه كميه الدم مش هتوصل لكل جزء من اجزاء الجسم بنفس الكميه اللي هتوصل لها الواحده اللي مش تخينه. عشان كده بنقول يا جماعه احنا كل ده ما اتكلمناش في الاكل، قلنا ضرر واحد من السمن ان هو يؤدي الى ايه؟ كل اللي قلت لك عليه ده. هيسقط شعرك، هتلاقي وشك كرمش، ما هو الوش ده برضه بيحتاج غذاء. تلاقي وشها كرمش، يقول لك ده لسه عندها 30 سنه وبدات كرمشه. هتلاقي تحت عينيها بدا يسود. هتلاقي بقى عندها القلب، ضغط، سكر، جلطه، ذبحه،
تعالي بقى خش على الام بقى جسمك. اللي عندها سمنه تيجي تقولي لها ايه؟ لو سمحت علي مثلا نطلع الدور الاولاني، تقول لك مش قادره والله حبيبتي عشان انا والله مش قادره ادوس على رجلي. انا رجليها رجليها ركبتها الاثنين مش قادره ادوس عليه. ليه؟ لما جم يعملوا ابحاث في اوروبا على 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 الالام الروماتيزميه والمفاصل والركبتين بالذات، جم قال لك ان الركبه ليها ليميت في انها تشيل. كام الليميت ده؟ قال لك من 40 ل 45 كيلو ماكسيموم. ماكسيموم يعني من 40 ل 45، يعني انا عندي ركبتين تشيل 40 يعني 80، الاثنين 80. طب الزياده؟ قال لك كل كيلو زياده في الوزن عن ال 80 اللي هو ركبتك بتشيلهم، كل كيلو زياده بيتضرب في 4 حمل زياده على الركبه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت وزنك مثلا 100 كيلو، انا المفروض ركبتي دي بتشيل 40 و40 يبقى 80 كيلو، فزاد كام؟ 20 كيلو. طب ال 20 كيلو يتحسبوا ازاي؟ يتحسبوا في 4، يبقى ال 20 في 4 ب 80 كيلو، يبقى الست دي او الراجل ده التخين اللي ازاي وزنه المفروض يبقى 80 بقى 100، شايل على جسمه 80 كيلو. تخيلي 80 كيلو دول قد ايه؟ 80 كيلو دول شكاره الاسمنت دي بيسموها 40 كيلو او 50 كيلو، كانه شايل شكارتين اسمنت وطالع بيهم ونازل بيهم. مين يقدر على ده؟ محدش يقدر. مفيش حد. عشان كده بنقول يا جماعه ما هوش انت زدت 10 كيلو ولا 20 كيلو فانت لسه في الامان، لا. بدايه السمنه بدايه ان كل خلايا الجسم بقى عندها استعداد لالتهام الدهون وان هي تتخن. يعني انت بدات تتخني فاستحملي بقى. هتزيدي من 80 ل 90 ومن 90 ل 100 ومن 100 ل 110، لازم تبقى ستوب. دكتور كمان في بنات وستات بتروح لدكاتره عشان تاخد حاجه تزود وزنهم زي مثلا ادويه فاتح الشهيه. احنا برضو عايزين نتكلم في البوينت دي بس دي نقطه ثانيه. انا عارفه غير السم في النحافه. لا 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 مش للنحافه بس، لزياده الوزن. هي عايزه تزيد وزنها. يعني الحاجات دي بتكون دهون صح؟ طبعا. ودي طبعا اللي بتسبب برضو امراض، لان احنا قلنا ان السمنه هي السبب الرئيسي في الامراض. طبعا طبعا. هي عايزه تزود المعلومه دي. هي عايزه تزود وزنها، مفيش احسن من الحاجه الطبيعيه. واللي عايز يخس مفيش احسن من الحاجه الطبيعيه. بس الحاجات دي كلها بتؤدي برضو لامراض في الاول وفي الاخر. بصي، اولا قابليه جسمي وجسم حضرتك للزياده ده موجود، دي حاجه ربانيه، شهوه ربانيه. الجسم ليه بيكون دهون؟ الخلايا الدهنيه بتتكون عشان لو انا تعرضت لظروف صيام فيبقى عندي خليه فبيحصل لها ربشه، يعني بتنفجر الخلايا الدهنيه دي وتديني طاقه، بتتحول الدهون دي الى طاقه. فالطاقه دي تخليني فالجسم لازم غصب عنه يبقى شره لان هو يكون دهون، اي جسم في الدنيا. بس انا بحافظ عليه ليه؟ ما بدوش القوه زياده. بالظبط. يعني انا النهارده جسمي النهارده بيحتاج الاحتياج بس، هو الطبيعي ان هو لو ليه دهون زياده هياخدها ويكونها. ليه؟ يقول لك بكره يبقى في صيام فيبقى انا عامل حسابي، بكره اتعرض لموقف، ده غريزه ربانيه ان هو لو اتعرضت لموقف هيبقى عندي خليه تديني طاقه ما اموتش. يقول لك